السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. الآن متواجدين في مهرجان جائزة الملك عبد العزيز النسخة الثالثة، وبالتحديد من خيمة الملاك، وتابعونا في هذا التقرير. رفرفي يا راية المملكة فوق الساحة، واطرخي فوق الهضة يا ظلال أخصام. تواصل التغطيات ومع احد المشاركين، وصبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير، يا مرحبا وسهلا. عرفني عليك طال عمرك. انا فهد بن جويعد الدامي. ونعم. مشارك في المجاهيم فئه 30. شراء ولا انتاج؟ والله فيها انتاج وفيها شراء. اول مره تشاركون؟ لا والله شاركنا كذا مره، يعني شاركنا في مهرجان الملك عبد العزيز من بدايته، يعني نسخة الأولى. نعم. كيف شاركنا فيه سنتين، وشاركنا في قبل سنتين في الفردي برضه الجاهيم، وحصلنا على المركز الثاني والحمد لله رب العالمين. كيف تشوف التنظيم في السنوات الماضية والسنة هذه؟ أكيد طبعا فرق كثير. فرق كثير، يعني الحمد لله، يعني اللي أقوله إن أقول رحم الله المؤسس الملك عبد العزيز، وأسأل الله يطول عمر والدنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمير محمد، وإن الله يعطيهم العافية، لهم الشكر والتقدير لجميع من قاموا بنجاح هذا المهرجان العظيم. كيف تشوف المنافسة اليوم في شوط اليوم؟ قوي جدا جدا جدا، يعني حقيقة، يعني أنا يعني بحكم خبرتي مشاركات، يعني أحس أنها اليوم من أقوى الأشواط جدا جدا، بالذات فئة 30. يمكن الفئات الثانية يكون فيها، يعني بس فئة 30 بحكم أنها عدد أقل فيكون فيها مناسبة شديدة، يعني بارك التوفيق لنا، وأتمنى أتمنى أتمنى الفوز لجميع المشاركين، وأتمنى ونطلب من الله وعسى الله أن يحفظ جنودنا البواسل على الحد الجنوبي، أن الله يحفظهم ويحفظ بلدنا. وشكرا لقناة الساحة. بارك التوفيق والناموس. شكرا لك. يا هلا البر وده والداد والفرصات، من اهم فتح باب التنافس للجمل وما الحواره. الربيع من اوله مرخي من المشاغل شينا، والربيع الثاني العشاق هيك وقالب. كما نلتقي باحد المشاركين ويعرفني عليك. محمد سالم مبارك الربيع المنصوري اخو سعده. ونعم. ما عليك سلم. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور السرور. يا مرحبا اخو سعده. علوم مشاركتكم اليوم؟ علومها طيبه، مشاركين في فئه 30. ايه؟ والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. انتاج ولا شراء؟ والله اكثرها انتاج. اكثرها انتاج؟ نعم اكثرها انتاج. كيف تشوف شوط اليوم؟ اقوى شوط في المزينه كلها كامله. اقوى اشواط اليوم هي طبعا الشوط هذا، معروف ان العالم
في حوالي 35 وكل واحد اقوى من الثاني فيه. كلهم قويين، كلهم يطلبون التوفيق من الله سبحانه وتعالى. نطلب الله ان يقدر اللجنه ويقدر على الحق ان شاء الله. بس هذه كيف تشوف شوط يوم قوي؟ اقوى شوط. اول مره تشاركون في المهرجان؟ لا والله انا مشارك في فئتين سابقه واليوم طبعا المشاركه الثالثه اللي هو 30، ما عند الاخر المشاركه 30. من جهه الرجل اذا جاء وسوى عزبه وعنه يعتبر انه مشارك، وانه يعني حتى لو ما يدخل ناقه هو يسوي عزبه وموقف هو يعتبر نفسه انه مشارك. لكن الحمد لله مسوين عزب ومشاركين والامور كلها طيبه. كيف تشوف جائزه الملك عبد العزيز بشكل عام في التنظيم في الدخول في الخروج؟ الجائزه هذه هي طبعا جائزه الملك عبد العزيز، يكفي انها اسمها جائزه الملك عبد العزيز، يعني ما تقدر توصفها في كل الامور ان شاء الله، في كل الامور. الاسم جائزه بحد ذاته يعني؟ الاسم نفسه جائزه وفوز وشرف، وكل من جاء من داره او من قريب او من بعيد يشارك في الاسم هذا هو يعتبر نفسه انه فايز. فلك التوفيق والنمو. على رب ان شاء الله يوفقنا ويوفقكم على الطاعه وعلى كل زين ان شاء الله. والله المعبود ومحمد رسول الله شعار ضيافك اخطامها لمن يسبح بيمينه لا يريح سبه الا من يمينه بيسبه على بالفقل وبعلى ماهيه ويا وزينه حبها ما يختلف رغم التطاول والحضاره. صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالنور والسرور، الله يطول عمرك. عرفنا عليك طال عمرك. سيف محسن بن حفيظة مزروعي. ونعم. ما عليك جود، الله يسلمك. اليوم مشاركتكم اليوم؟ والله مشارك اليوم فئة 30 مجاهيم. والله يوفقنا وياكم، نحن المشاركين كلهم. وياك، شراء ولا انتاج؟ لا والله مشترى طال عمرك. مشترى؟ نعم. وش آخر المشتريات عندك؟ والله آخر المشتريات البارح شرينا طال عمرك أربعة، واليوم شرينا واحدة عند الباب. اليوم؟ نعم. كيف تشوف الشوط اليوم قوي؟ قوي نعم الشوط. أول مشاركة لكم؟ لا والله ثاني مشاركة. كيف تشوف التنظيم ولا؟ التنظيم والله لا يعلى عليه. طيب. الله يطول عمر المعازيب وعلى رؤوسهم الغايمين لجان المهرجان كافة على رئاسة منادي البل برئاسة الشيخ فهد بن حثلين. مهرجان ناجح، مهرجان طيب، وهذا اللي حثنا على المشترى طال عمرك. فالك التوفيق والناموس. فالنا فالكو خير، الله يسلمك يطول عمرك. كما نلتقي بأحد المشاركين نقول صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير. عرفنا عليك. أنا سعيد محسن الفلاحي طال عمرك. ونعم. نعم بحالك. علوم مشاركتكم اليوم؟ والله مشاركين والتوافيق على الله، مشاركين في الثلاثين والتوافيق عند الله.
انتاج ولا شراء؟ في لا شراء. شراء؟ نعم. كيف تشوف شوط اليوم؟ قوي؟ قوي، حلال وايد. مشاركين كلهم اليوم اقوياء. ولا الله الا الله يعينه بيفوز. قد شاركت قبل كذا؟ والمعانة من الله. قد شاركت قبل كذا؟ والله انا قد شاركت في الامارات. ايه. قد شاركت في العشر واخذت الاول. شاركت في الست واخذت الاول. ما شاء الله. نعم. كيف تشوف الترتيبات في المهرجان؟ ترتيبات زينه والمنظمين جزاهم الله خير مجتهدين وشغلهم زين والله يطول عماره اللي مورا، يطول عمر سلمان ومحمد ويطول عماره وما يقصرون، والله يعينهم على المشاركين وعلى الحلال وعلى الايام هذه. قالك التوفيق والناموس. والله ان شاء الله ناموسنا ناموسك عند الله طيب. شكرا. والله يوفق الجميع. شكرا لك. عفوا.